7h10 IMAT في الراديو IMAT في الراديو على شدا سا تو شونج لو ريفيل. شنو الميساج اللي بغيتي توصل ومازال ما وصلش يا مسلم الاغاني ديالك؟ ما بغاوش يعيقوا. لا ما كاين بزاف ديال الميساجات يعني فهمتي، ولكن انا المهم عندي واحد الحلم ان يجي شي نهار وما نلقاو المغرب ما فيهش الا دروك في الشوارع ديالنا. ما عرفتش واش ماشي ما كنظنش هي شي حاجه صعيبه بزاف ولا امبوسيبل، ولكن كاينه بواحد الطريقه بزاف يعني موجوده لواحد الطريقه فهمتيني، بحال السوق بحال البطاطا كنقولوا حنايا يعني كان انسيستي انا على هذه النقطه بزاف يعني، حيت لا دروغ خرجت على الشباب وباقا تزيد عاوتاني، باقا تزيد تخرج على شباب اخرين على الطالعين. واش كنعرفوا هادشي كونطريرمون على باغ اكزومبل انت كنعرفوك كنتي متاثر بالراب الامريكي في الاول في الديمارا ديالك، ودابا ملي كتشوف لي رابور امريكان وما تيقولكش بغيت هما ديما في لا دروغ في الكليبات ديالهم، انت مسلم هذا رابور حلال، اول رابور حلال في العالم. حنا خدينا الراب ولكن خدينا كموسيقى كستايل، ولكن ماشي ديك الافكار ديالهم، ماشي التوجه ديالهم، ماشي المبادئ ديالهم فهمتي. من 7 ل 10 7h10 IMAT في الراديو IMAT في الراديو على شدا سا تو شونج لو ريفيل.